أسعد الله مساءكم جميعاً. طبعاً هاي الشعبة Accounting 320 محاسب متوسط واحد شعبة واحد. أسعد الله مساءكم، هاي أول محاضرة بهذا الفصل، أتمنى لكم التوفيق جميعاً. في البداية طبعاً بدي نعرض الكورس كالندر. أنا نزلت مبارح على LMS كالندر الجديد، ما فيش اختلاف عن الفصل الماضي. ظهر عندكم؟ ظهر دكتور. إذن هذا الكالندر لهذا الفصل الأول 2020-2021. طبعاً نفس الكتاب المحاسب المتوسط الجزء الأول. معكم عندكم الكتاب؟ عندنا. كويس، لأنه ضروري. مش الكل عنده الكتاب يا دكتور. مش الكل معه الكتاب. ضروري يكون معكم الكتاب، كل مرجعيتنا الكتاب. حددوا موعد التسليم يوم الاثنين هم. يا سيدنا لبعد بكره ما في مشكله، المحاضره الجايه يكون عندك. دكتور وانا والله لسه بالاثنين بدي اروح استلم الكتب ان شاء الله كمان. ضروري ما في مشكله، ما في مشكله. ان شاء الله، لانهم هم اللي حددوا لنا حكونا يوم الاثنين. خلاص عشان التباعد وكذا مواعيد ثابته افضل هيك. طبعا ان شاء الله. بالنسبة للأسسمنت تقييم المساق، زي ما أنتم عارفين إحنا ماشيين على قرارات مجلس التعليم العالي، ومجلس التعليم العالي قرر يكون في عنا امتحانين فقط، اللي هو الميد تيرم الـMTA من 50% والفاينل 50%، والامتحانات حسب الإعلان مجلس التعليم العالي راح تكون ورقية في حرم الجامعة. هذا حسب معلوماتنا لهذا الوقت، يعني ما بتعرفوش شو المتغيرات المستقبل، الله أعلم، والله يجيب الخير إن شاء الله. دكتور، هذا قرار الوزير القديم ولا الوزير الجديد؟ يا أخوي هذا مش قرار وزير، هذا قرار مجلس التعليم العالي. الدكتور محمد أبو قديس صار الوزير الحالي، بس هذا القرار متخذ يعني على مستوى الوطن يعني بتشاور هذا مع لجنة الأوبئة أو كذا، يعني لا سمح الله صار حالات أكثر وكذا بجوز يعملوا تيك هوم إكزام، ما بتعرف شو بصير. إحنا بنحكي عن الوقت الحاضر، والله يجيب الخير إن شاء الله. إن شاء الله. رح نبلش طبعاً بالفصل الثالث، هذا طبعاً فصل مهم جداً اللي هي الإنكم ستيتمنت أند ستيتمنت كاش فلوز، قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. هاي رح نعطيها أسبوع حاضر وأسبوع جاي. وبعدين في عندنا الفصل الرابع، الفصل الرابع قائمة المركز المالي اللي هي ميزانية العمومية والستيتمنت فاينانشال بوزيشن، وقائمة تغيرات في حقوق الملكية هاي الأسبوعين. إذن الفصل الثالث والرابع، بعدين عندنا الفصل الحادي عشر اللي هو تايم فاليو أوف ماني، القيمة الزمنية للنقود. إذن بعد الفصل الثالث والرابع والحادي عشر راح ناخذ الـ MTA. إذن امتحان الـ MTA راح يغطي الفصول الثالث والرابع والحادي عشر. طبعا بعد الامتحان المنتصف في عنا اللي هو الفصل السابع، الممتلكات والمعدات والمصانع Property Plant and Equipment، وراح ندرسه باسبوعين او ثلاث. بعدين عنا الفصل الاخير اللي هو الفصل العاشر، الالتزامات المتداولة والطارئة، هذا الفصل الاخير. اذا هذا بشكل مختصر، خلينا اكمل جملتي بعدين بعطيك مجال تحكي. إن شاء الله. تفضلي. لا دكتور معلش أنا آسفة. دكتور إنه المادة هاي عملية أكثر من نظرية مظبوط؟ نعم. كملي. إنه بحكي إنه هاي المادة عملية صحيح؟ المادة عملية أكثر من نظري، بس إيش في أسئلة نظري. خلص إن شاء الله. إن شاء الله. طيب. خلينا نبلش. بنبلش طبعا بالفصل الثالث اللي معه الكتاب. طبعا في نقاط نظرية مهمة كثير راح نحكيها، وراح يجي عليه أسئلة، كل الأسئلة من الكتاب، يعني عرفت كيف الأسئلة العملية. في أسئلة موجودة على لماس قديمة أنا ما شلتها، وفي أسئلة أنا راح أحط لكم إياها، عرفت كيف. واللي عنده مشكلة طبعا بنتحاور مع بعض، الأمور سهلة إن شاء الله. طيب خلينا نبلش بالفصل الثالث
الفصل الثالث مهم جدا اللي هو قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية. إذا هذا الفصل يقسم إلى قسمين، اليوم راح ندرس القسم الأول اللي هو قائمة الدخل اللي هي الانكم ستيتمنت. طبعا درستوا على الانكم ستيتمنت مبادئ 1 ومبادئ 2 صح ولا لا؟ مضبوط دكتور. بس اليوم راح ناخذها بتوسع، اليوم راح ندرس قائمة الدخل بتوسع. طبعا هاي قائمة الدخل هي عبارة عن قائمة تعرض ملخص لأنشطة الشركة المولدة للدخل، طبعا حيث يتم خلالها عرض نتيجة أعمال المنشأة خلال فترة مالية محددة، وذلك بإظهار ملخص الإيرادات المتحققة خلال الفترة التي تغطيها القائمة، وكذلك المصاريف التي تكبدتها المنشأة في سبيل إنتاج الدخل. طبعا يتم، هاي نقطة مهمة، يتم إعداد قائمة الدخل على أي أساس؟ في عنا أساسين بالمحاسبة، أساس الاستحقاق والأساس النقدي. مين بده يجاوبني على أي أساس يتم إعداد قائمة الدخل؟ أساس الاستحقاق. 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 طيب مزبوط. إذن يتم إعداد قائمة الدخل على أساس الاستحقاق. ما هو أساس الاستحقاق؟ الدكتور أجاوب؟ دكتور أجاوبك؟ أي أن المقبوضات والمدفوعات النقدية في الفترة محمد بيبو أساسه بيّن الإيرادات النقدية في فترة مالية محددة مع المصاريف كمان، يعني بيّن المصاريف في فترة مالية محددة خلال سنة مالية. طيب أن معلومات أدق من ذلك دكتور أجاوب؟ أجاوب؟ هو الاعتراف بالإيراد بفترة معينة حتى لو لم يقبض. أها طيب غير ذلك دكتور اللي هو اعتراف بالإيرادات بحال تحققها. منو اللي بحكي؟ إبراهيم؟ نعم رافع ايدك يا إبراهيم الزبن تفضل. اللي هو المعيار المحاسب، هاي طريقة راقية، ارفع ايديك زي إبراهيم. اللي هو المعيار المحاسب اللي بنتبعه لما نسجل الإيرادات والمصاريف خلال مثلا فترة مالية معينة، بغض النظر عن لما من أوقات الدفع أو أوقات القبض. نعم. طيب جاوب أنا مين بدون أخصنا إياه بطريقة ثانية؟ أنا دكتور عبد. أنا إسماعيل العالمي العامري دكتور العامري. عفوا عفوا العامري. يعني يعتبر الإيراد تحقق عندما تنتقل ملكية السلعة أو الأصل من منشأة إلى المشتري عند تقديم الخدمة سواء حصلت القيمة أو لا. نعم. والإيراد يخص الفترة المحاسبية اللي تحقق خلالها. إذن بعترف بجميع الإيرادات اللي تحققت خلال الفترة سواء قبضت أو لم تقبض. أو لم تقبض نعم. والمصروفات سواء دفعت أو لم تدفع. نعم. هذا بشكل مختصر صحيح. طبعا بقولنا تصنف الحسابات الظاهرة بقائمة الدخل إنها حسابات اسمية أو غير حقيقية. هنا سؤال مبادئ محاسبة. في عنا نوعين من الحسابات، عنا حسابات حقيقية وفي عنا حسابات وهمية أو اسمية. الحسابات الظاهرة في قائمة الدخل شو تصنيفها؟ حقيقية دكتور. كيف حقيقية؟ في عنا حسابات بيسموها الحقيقية أو الحسابات الدائمة، وفي عنا حسابات مؤقتة. حقيقية دكتور. نعم دكتور، هي حسابات غير حقيقية. غير حقيقية بيسموها temporary accounts، حسابات مؤقتة، لأنه بنهاية الفترة يتم إغفالها في حساب ملخص الدخل. إذن ما هي الحسابات الحقيقية؟ هذا أنا بس أسئلة مبادئ محاسبة. الحسابات التي تظهر في الميزانية هي الحسابات الحقيقية. برافو عليك. الحسابات اللي هي بيسموها الحسابات الدائمة أو الحسابات الحقيقية real accounts or permanent accounts هي الحسابات التي تظهر في قائمة المركز المالي. إذا الحسابات اللي تظهر قائمة الدخل حسابات غير حقيقية أو حسابات مؤقتة لأنه يتم إغفالها في نهاية الفترة المحاسبية صحيح. طيب خلي يجي أول عنوان اللي هو فوائد قائمة الدخل.
ما هي فوائدها؟ ممكن يجيك سؤال نظري، ما هي فوائد قائمة الدخل؟ طبعا قائمة الدخل هي من القوائم المالية الأساسية، it is one of the basic financial statements اللي بتزود المستخدمين بمعلومات مفيدة وتساعدهم في عملية اتخاذ القرار. في عنا أربع فوائد لقائمة الدخل. القائم الأول، تقدم قائمة الدخل ملخص للجهود والأنشطة التي قامت بها الإدارة خلال الفترة التي تغطيها القائمة، مما يساعد الأطراف ذات العلاقة في الحكم على كفاءة أداء الإدارة في الماضي ومتى نجاحها في تحقيق الأهداف المحددة. إذا بتعطينا إذا معلومات عن أداء الإدارة بالماضي past performance. الفائدة الثانية، تساعد يا أعزائي اللي هابش عامل ميوت يعمل ميوت، لأنه في ناس في عنده صوت بيشوش، فخلي الميوت يجي من عندك، اللي بده يسأل سؤال بيعمل أنا ميوت. تساعد قائمة الدخل رقم 2 في عملية التنبؤ بأداء وأرباح المنشأة خلال الفترات المالية القادمة، يعني بتساعدنا في عمليات البريدكشن، تنبؤ بالأرباح إيش المستقبلية. ثالثا، تساعد القائمة في تقييم المخاطر التشغيلية، ففي حال تذبذب الإيرادات والأرباح لدى المنشأة بشكل كبير عبر الفترات الزمنية المتعاقبة، يعد ذلك دليلا على ارتفاع المخاطر التشغيلية للمنشأة. مين بيساعدنا في ذلك؟ قائمة الدخل. الفائدة الرابعة والأخيرة، تساعد قائمة الدخل في تحديد مقدار ضريبة الدخل المستحقة على المنشأة لصالح خزينة الدولة. إذن هذول أربع فوائد لقائمة الدخل. في عنا أيضا محددات أو عيوب قائمة الدخل أو أوجه قصور لقائمة الدخل. رغم أهمية وفائدة المعلومات الموجودة في قائمة الدخل، إلا أن هناك بعض المحددات والانتقادات. أول محدد أو انتقاد لقائمة الدخل أنه تتضمن قائمة الدخل بعض بنود الإيرادات والمصاريف التي يستخدم فيها الحكم والتقدير الشخصي، والذي قد لا يكون صحيحاً في بعض الأحيان. وهذا إيش رح يؤدي؟ هذا رح يؤدي إلى شمول القائمة على معلومات غير دقيقة أو غير صحيحة. أمثلة على ذلك، تقدير نسبة الإنجاز في بعض أنواع الإيرادات لغايات تحديد قيمة الإيراد الواجب الاعتراف به، كما هو الحال في شركات المقاولات. شركات المقاولات لما تأخذ مقاولة هي ممكن تمتد ليش؟ لعدة سنوات، فلا بد من تقدير قديش الإيراد المتحقق خلال كل سنة. أمثلة أخرى، تقدير مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، هاي كلها تعتمد على الاجتهادات والحكم الشخصي. وكذلك أمثلة ثانية، تقدير العمر الإنتاجي للأصول الثابتة أو الأصول غير المتداولة. المحدد الثاني أو الانتقاد الثاني لقائمة الدخل، أنه تعدد الطرق المحاسبية المستخدمة في قياس بعض أنواع الإيرادات والمصاريف، مما يترتب عليه اختلاف نتيجة أعمال المنشأة باختلاف الطريقة المستخدمة. إنه الانكم نمبرز اللي هي أرقام الدخل بتتأثر بالسياسات المحاسبية المستخدمة. يعني على سبيل المثال، في حالة تسجيل اللي هي الاستهلاك أو الاستهلاك، طريقة القسط الثابت إيش بتعطينا؟ قسط ثابت كل سنة. لكن في عندنا بعض الطرق الأخرى يكون قسط الديبريشيشن أو الاهتلاك في السنة الأولى على إيش وبعدين بتناقص، هذا إيش بيأثر على صافي الدخل. وكذلك فيما يتعلق بإيجاد تكلفة المخزون، وهناك أمثلة كثيرة. الانتقاد الثالث، هناك بعض المصاريف أو الدخول التي لا تظهر ضمن قائمة الدخل. إذن في بعض دخول أو مصاريف لا تظهر ضمن قائمة الدخل، زي إيش مثلا؟ الارتفاع في القيمة العادلة للأصول غير المتداولة في حال استخدام نموذج القيمة العادلة في تقييم هاي الأصول. إذن هاي الأمور لا تظهر ضمن قائمة الدخل. وكذلك مثال آخر، التغير في أسعار الاستثمارات المالية
من خلال الدخل الشامل الآخر. هاي كمان لا تظهر ضمن قائمة الدخل، تظهر ضمن حقوق الملكية. هذا إجا سؤال جبته أنا، سؤال الفصل الثاني أيام كورونا، هاي النقطة الثالثة. رابعا دكتور الصوت بقطع عندي، ما في صوت عندي أنا، صوتي واضح هذا، صوتك بقطع جزء من عندك مش من عندي. دكتور صوتك واضح عندي. واضح دكتور. أنا عندي صوتك واضح دكتور. أنا عندي المشكلة عندكم، أنا متأكد إن هاي رابع محاضرة والصوت واضح جدا كان لجميع المحاضرات. عرفتوا كيف؟ مين اللي رافع إيده هذا؟ مين هذا؟ ركان؟ ركان حجازين رافع إيده ولا قاعد بيجرب؟ ركان شكله بيجرب، أبي يجرب، قاعد رفع الإيد ونزل الإيد ولور يور هاند. طيب بعد النقطة الرابعة أو الانتقاد الرابع لقائمة الدخل، أنه قيام الإدارة أحياناً بممارسة اللي بيسموه إدارة الأرباح، أنه الإدارة بتمارس ما يسمى الإيرنينجز مانجمنت أو إدارة الأرباح. وهذا سؤال جبته بالشورت تيك هوم إكزام على الفصل الثاني. إذا ممارسة الإدارة لإدارة الأرباح يؤدي إلى عدم عدالة قائمة الدخل في إظهار نتيجة أعمالها. شو المقصود بإدارة الأرباح؟ شو تعريفها؟ اللي هو قيام الإدارة بالتلاعب، أن الإدارة إيش؟ تتلاعب في عملية توقيت الاعتراف بالتوقيت بالتايمينج للإيرادات والمصاريف عن طريق تعجيل أو تأخير الاعتراف ببعض الإيرادات أو المصاريف للوصول إلى ربح مستهدف ومعلن عنه مسبقاً من قبل الإدارة. إذن هذا الانتقاد الرابع، أنه ممارسة إدارة الأرباح. طيب إذن هاي الانتقادات. أوكي، هلا بنيجي ما هي مكونات قائمة الدخل، ما هي العناصر قائمة الدخل مكوناتها. طبعا بتلخص قائمة الدخل ربح أو خسارة المنشأة خلال فترة زمنية معينة، وتتكون قائمة الدخل من أربع عناصر رئيسة. إيش هم؟ الإيرادات والمصاريف والمكاسب والخسائر، وهلا راح نشرحهم بالتفصيل، والتي من خلالها يتم استخراج نتيجة عمل المنشأة من ربح أو خسارة. طبعا هون كله بالرجوع إلى معيار المحاسب الدولي رقم 1. طبعا أول عنصر من عناصر قائمة الدخل اللي هو إيش؟ الإنكم، الدخل. الدخل طبعا الدخل يشمل عنصرين فرعيين اللي هي الإيرادات والمكاسب. إذن الدخل شو بيشمل؟ الإيرادات والمكاسب. طيب شو تعريف الدخل اللي هو الإنكم؟ حسب معيار المحاسب الدولي رقم 1، الدخل هو الزيادة في المنافع الاقتصادية للمنشأة خلال الفترة، والتي تؤدي إلى زيادة قيمة حقوق الملكية خلاف الزيادة الناتجة عن مساهمة المالكين. طيب الدخل زي ما قلنا شو بيشمل؟ الإيرادات وإيش كمان؟ والمكاسب. شو بيشمل الدخل؟ الإيرادات وإيش كمان؟ والمكاسب. والمكاسب، الإيرادات بيسموها الريفينيوز والمكاسب بيسموها الجينز باللغة الإنجليزية. طيب خلينا هلا نشوف ما هو الفرق بين الإيرادات وبين المكاسب. واضح؟ لأنه الدخل يتكون من الإيرادات والمكاسب. الإيرادات مين؟ في ناس عنده فكرة أخذتوها مبادئ محاسب 1 أو 2؟ أي واحد عنده فكرة؟ دكتور
شو الفرق بين الإيرادات والمكاسب؟ ممكن أجاوب؟ تفضلي. الإيرادات دكتور بتتحقق يعني بتكون من خلال النشاط التشغيلي للمنشأة، زي مثلا النشاط التشغيلي أو الاعتيادي. مزبوط بالضبط. أما المكاسب الإيرادات غير الاعتيادية، اللي هي مثل مثلا لما الشركة بتبيع قطعة أرض، هاي الأرباح تبعت بيع قطعة الأرض هي مكاسب. مزبوط. إذن عن الإيرادات تتحقق من النشاطات الاعتيادية أو التشغيلية للشركة، زي إيش عنا؟ المبيعات، عمولات، فوائد، الإيرادات، إيرادات العقار، إيرادات توزيعات الأرباح. أما المكاسب تتمثل اللي هي من مصادر الدخل الأخرى، تتحقق من خلال إما نشاط عادي أو نشاط غير عادي لدى الشركة. مثل إيش؟ مكاسب بيع الاستثمارات المالية. هل الشركة نشاطها العادي تبيع استثمارات مالية؟ إذا طبعا لا، بتكون إيش هاي؟ مكاسب. والمكاسب غير متحققة نتيجة ارتفاع أسعار استثمارات مالية بالقيمة العادلة. شركة عندها استثمارات مالية وهي ارتفعت أسعارها، شو حققت بذلك؟ مكاسب. إذن هذا فيما يتعلق بالدخل، وأن الدخل يتكون من الإيرادات والمكاسب، وفرقنا بيناتهم. يعني خلني أعطي مثال. ماكدونالد، شو الإيراد الرئيسي لماكدونالد؟ شو بيع السندويشات والوجبات المختلفة، صح ولا لا؟ هذا إيش يعتبر؟ إيرادات. هذه إيرادات. طيب نفرض ماكدونالدز عنده ديليفري فان، هذا الباص أو الديليفري اللي بوصل فيه. إجا قررت إدارة ماكدونالدز إنها تبيع الدليفري فان، كانت البوك فاليو أو القيمة الدفترية للفان 5000، باعت الدليفري فان ب7000. إذن إيش عندنا هون؟ مكاسب. قديش قيمة المكاسب؟ 2000، صح ولا لا؟ هل النشاط الاعتيادي أو التشغيلي لماكدونالدز إنه بيع دليفري فان؟ طبعا لا. إذن هون السعر البيع أو السيلينج برايس هو أكبر من القيمة الدفترية ب2000، إذن هذا إيش بنسميه؟ مكاسب. واضح؟ واضح. واضح. طيب هل بنيجي على المصاريف؟ حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 1، شو عرف المصاريف؟ هي عبارة عن النقص في المنافع الاقتصادية لدى المنشأة خلال الفترة، والتي تؤدي إلى النقص في حقوق الملكية خلاف توزيع الأرباح المالكين أو تخفيضات رأس المال. طيب إذن شو تشمل المصاريف؟ تشمل مجموعتين. كيف قلنا عن الدخل يشمل مجموعتين اللي هي الإيرادات والمكاسب؟ أيضا المصاريف تشمل مجموعتين اللي هي المصاريف والخسائر، expenses and losses. إذا المصاريف شو بتشمل؟ مجموعتين اللي هي المصاريف وإيش؟ والخسائر. شو الفرق بين المصاريف والخسائر؟ زي ما فرقنا قبل شوي بين الإيرادات والمكاسب. إذن تنتج عن نشاطات الاعتيادية للمنشأ، واضح؟ وهذيك من نشاطات غير عادية أو عرضية. إذن معيار المحاسب الدولي رقم 1 عرف المصاريف بأنها عبارة عن المبالغ التي تتحملها المنشأ والشركة من خلال نشاطها العادي، مثل تكلفة المبيعات، رواتب الموظفين، الإيجارات، الاهتلاك للأصول غير متداولة، مصروف الفائدة إلى آخره. أما الخسائر تنتج من النشاط العادي أو من خلال أنشطة غير عادية، مثل خسائر بيع الأصول غير المتداولة، زي ما قلنا بعنا ديليفري فان بسعر بيع يزيد عن القيمة الدفترية، أو هون لا بالحالة هاي أقل من القيمة الدفترية. يعني نفرض الفان عندنا البوك فاليو إله القيمة الدفترية 5000، بعته أنا ب3000، إذن إيش هون في عندنا خسائر؟ قديش قيمتها؟ 2000. مفهوم؟ مفهوم دكتور، مفهوم. طيب هلا بنيجي لإشي اسمه الدخل الشامل. هذا من المفاهيم الهامة، بيسموه بالإنجليزي الكومبرهنسيف إنكم. طبعا بتطلب معيار المحاسب الدولي رقم 1 أن تعرض قائمة الدخل
إجمالي الدخل الشامل للشركة خلال الفترة. وشو تعريف الدخل الشامل؟ هو التغير الحاصل في حقوق المالكين والناتج عن العمليات المالية وأحداث أخرى. إذن الدخل الشامل للفترة هو عبارة عن الربح أو الخسارة، هذول محصلة إيش؟ قائمة الدخل. إذن الدخل الشامل هو عبارة عن الربح أو الخسارة اللي بتنتج من قائمة الدخل زائد الدخل الشامل الآخر، بسموه بالإنجليزي Other Comprehensive Income. هلا راح نشوف من خلال الأمثلة إنه قائمة الدخل تحتوي على جزئين أساسيين، اللي هو ربح أو خسارة الفترة الموجودة في قائمة الدخل، والثاني اللي هو الدخل الشامل الآخر. شو بيشمل الدخل الشامل الآخر؟ يتضمن المكاسب والخسائر التي لا تدخل ضمن ربح أو خسارة الفترة، ولا يتم إقفالها في نهاية السنة مع الأرباح المدورة، بل يعترف بها بحسابات مستقلة ضمن حقوق المالكين. نعطيكم أمثلة على اللي هي Other Comprehensive Income أو الدخل الشامل الآخر. فائض إعادة تقييم الأصول غير المتداولة، هذا إيش بنسميه؟ دخل شامل آخر. إذن هذا ما لا يتم إدراجه في قائمة الدخل العادية. إذن بعد ما نطلع قائمة الدخل منضيف الدخل الشامل الآخر للوصول إلى الدخل الشامل للفترة. مثال آخر على الدخل الشامل الآخر، تعديلات القيمة العادلة لبعض الاستثمارات المالية. القيمة العادلة من تعرفين هي بتتغير من فترة لفترة، فهذه التعديلات تعتبر جزء من الدخل الشامل الآخر. يتم عرض بنود الدخل الشامل الآخر في قائمة الدخل لإعطاء مستخدمي البيانات صورة شاملة عن إنجازات المنشأ خلال الفترة. طبعاً المعيار المحاسب الدولي رقم واحد أعطى عنا خيارين two options للشركات لإظهار بنود الدخل الشامل الآخر، هاي بصفحة 51. إذا المعيار المحاسب الدولي رقم واحد أعطى خيار للشركات أو المنشآت لعرض بنود الدخل الشامل الآخر. أول إشي اللي هي في قائمة منفصلة مباشرة تحت قائمة الدخل، يعني بعمل قائمة الدخل مباشرة تحتيها بنفس الصفحة، بعملها مباشرة قائمة منفصلة، حيث يتم نقل الربح أو خسارة الفترة المعترف به والظاهر في قائمة الدخل إلى بداية القائمة. إذن يكون في عنا إيش؟ قائمتين، القائمة الأولى اللي هي الانكم ستيتمنت أو قائمة الدخل بخلصها وبعمل قائمة منفصلة اللي هي ببلش بصافي الدخل اللي هي من القائمة الأولى، ثم تعرض بنود الدخل الشامل الآخر لنصل إلى اللي هي دخل الشامل للفترة. هذا البديل الأول اللي سمح فيه معيار المحاسب الدولي رقم واحد. البديل الثاني إظهارها ضمن قائمة الدخل وبشكل منفصل وفي الجزء الأخير من القائمة. إذن في بش مستعمل يعني تكون منفصلة من ضمن بآخر جزء. معطينا هون أمثلة على بنود الدخل الشامل الآخر، وهذول حكيناهن قبل شوي، مرد نعيدهن. فائض إعادة تقييم الأصول غير المتداولة. إيش الأصول غير المتداولة؟ اللي هي الأصول الثابتة زي الآلات والمعدات والأثاث إلى آخره، والأصول غير الملموسة في حال أن الشركة استخدمت نموذج إعادة التقييم وعند ارتفاع القيمة العادلة للأصل عن قيمتها الدفترية. إذن هذا مثال على بنود الدخل الشامل الآخر. مثال آخر حكيناه قبل شوي، فروقات ترجمة العملات الأجنبية. كثير من الشركات إلى فروع في عدة دول، وبالتالي لما يعملوا قوائم مالية موحدة يتم إعداد قائمة مالية موحدة للشركة الأم، فبصير ترجمة للقوائم المالية اللي في دول بعملات مختلفة. المثال الثالث المكاسب أو الخسائر، هاي حكيناها قبل شوي، الناجمة عن إعادة تقييم الاستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الشامل. طيب هلا بنيجي لعنوان مهم اللي هي ما هي أقسام وبنود قائمة الدخل الشامل. ما هي أقسام وبنود
قائمة الدخل الشامل. طبعاً هاي بتختلف من منشأة لأخرى باختلاف طبيعة نشاط الشركة وحجمها وشكلها القانوني. طبعاً هون في عنا مثال بصفحة 52 ورح نشرح المثال. هاي عبارة عن قائمة الدخل شامل للشركة العالمية اللي معه الكتاب شايفها بصفحة 52. طبعاً يا أخوان اللي ما معه الكتاب راح يحصل الكتاب يوم الاثنين، وهاي المحاضرة إيش قلنا عنها؟ مسجلة. المحاضرة مالها مسجلة، واليوم إن شاء الله بحط التسجيل على لمس. أوكي؟ خنشوف ملاحظاتنا على قائمة الدخل الشامل. إذن في عندنا قائمة الدخل الشامل وين موجودة؟ صفحة 52. طبعاً هاي القائمة تم إعداد هاي قائمة الدخل حسب معيار المحاسب الدولي رقم 1. طبعاً هاي القائمة زي ما انتم شايفين بتبين البنود الرئيسة للدخل أو للدخول والمصاريف بشكل يساعد المستخدمين في عملية التنبؤ بمقدار وتوقيت التدفقات النقدية والأرباح المستقبلية والمخاطرة المتعلقة بهما، وهاي قلنا من أهمية قائمة الدخل في البداية. زي ما احنا شايفين بالقائمة تم عرض الإيراد التشغيلي للمنشأة. شو الإيراد التشغيلي للشركة زي ما انتم شايفين؟ مبيعات. شايفين؟ هاي عبارة عن قائمة دخل شامل آخر للشركة العالمية لصناعة الخزف للسنة المالية المنتهية فيه إلى آخره. حاطلنا قائمة دخل لسنتين 2013 و2014. بيش بلشنا؟ بلشنا بالإيراد الرئيسي للشركة اللي هو إيش متمثل بالمبيعات. طبعاً أول بند اللي هو صافي المبيعات. مين بقول لك كيف بنطلع صافي المبيعات؟ هاي سؤال مبادئ محاسبة 2. How we compute net sales. في عنا إشي اسمه إجمالي المبيعات وفي عنا إشي اسمه صافي المبيعات. كيف بنطلع صافي المبيعات؟ دكتور أحكي؟ تفضلي. إجمالي المبيعات والناقص منه خصم المبيعات وناقص مرددات المبيعات محام. برافو عليك. صحيح. ناقص خصم المبيعات. ما هو مزبوط. إذن هاي هو صافي المبيعات. شو بنطرح من صافي المبيعات؟ تكلفة المبيعات. بسموه تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة المبيعات اللي هي الكوست أوف جود سولد. لما أطرح تكلفة المبيعات من صافي المبيعات شو بيطلع لنا؟ مجمل الربح. إذا مجمل الربح إيش يساوي؟ يساوي صافي المبيعات ناقص تكلفة المبيعات. ممكن يجيك سؤال ضع دائرة يعطيك معلومات أوجد مجمل الربح وبعطيك صافي المبيعات ومعطيك تكلفة المبيعات، أو يعطيك سؤال في صافي المبيعات ومعطيك تكلفة معطيك مجمل الربح أوجد تكلفة المبيعات. واضح؟ طيب إذا عرضنا، تم عرض زي ما أنتم شايفين هاي قائمة الدخل الشامل الإيراد تشغيل المنشأ والمتمثل بالمبيعات، ثم تم عرض التكاليف والمصاريف التي تم تحملها في تحقيق هاي الإيرادات تطبيقا لمبدأ مقابلة الإيرادات والمصروفات. في عندنا مبدأ بالمحاسبة بسموه الماتشينج برينسيبل، وجديد صاروا يسموه الإكسبنس ريكوجنيشن برينسيبل، مبدأ المقابلة الإيرادات والمصروفات. إذن بعد الإيرادات إيش؟ تم عرض التكاليف والمصاريف اللي هي تحملت الشركة تطبيقا لمبدأ المقابلة اللي هي مقابلة الإيرادات والمصروفات، والذي يستند أنه في عندنا علاقة سببية بين الإيرادات والمصاريف، أي أنه الإيرادات هاي درستوها المبدأ هي المسبب لحدوث المصاريف، وبالتالي عند الاعتراف بالإيرادات يجب الاعتراف أيضا بالمصاريف التي ساعدت على تحقيق تلك الإيرادات. طبعا لا، بنلاحظ أيضا من المثال بصفحة 52 أن المصاريف المرتبطة بالمبيعات تم تصنيفها إلى 3 مجموعات. أول إشي اللي هي تكلفة المبيعات. هاي منين طرحناها إحنا؟ تكلفة المبيعات طرحناها من صافي المبيعات. طبعا
وفي عندنا ايضا ايش غير تكلفة المبيعات؟ في عندنا المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف البيعية. اذا في عندنا ثلاث انواع من المصاريف، تكلفة المبيعات، وفي عندنا المصاريف البيعية بسموها selling expenses، وفي عندنا مصاريف إدارية وعمومية general and administrative expenses. اذا في عندنا ثلاث انواع. طبعا هذا التصنيف للمصاريف بسموه التصنيف المصاريف حسب الوظائف. في تصنيفين للمصاريف، تصنيف حسب الوظائف زي ما هو موجود بالمثال بصفحة 52، وفي عندنا تصنيف آخر للمصاريف اللي هو تصنيف المصاريف حسب طبيعة المصروف، هلا راح نحكي عنه كمان شوي. إذا في عندنا تصنيفين للمصاريف، تصنيف المصاريف حسب الوظائف كما هو موجود بالمثال رقم صفحة رقم 52. فالدخل في الشركات الصناعية بتحقق من خلال ثلاث وظائف رئيسية. أولا التصنيع، وبيظهر من خلالها المصاريف والتكاليف الخاصة بهذه الوظيفة كلها تحت مسمى تكلفة المبيعات، وإن اللي بنطرحه من صافي المبيعات. ثانيا مصاريف البيع والتوزيع وما يتعلق بهما. بعدين في عنا المصاريف الإدارية والعمومية. إذن هذا التصنيف للمصاريف، شو سمينا؟ تصنيف حسب الوظائف، أو ما يسمى the function of expense method. سمح المعيار المحاسبي رقم الدولي رقم 1 أن نصنف المصاريف والتكاليف بطريقة بديلة اللي سميناها التصنيف حسب طبيعة المصروف، أو the nature of expense method. كيف هاي الطريقة الثانية؟ حسب التصنيف حسب طبيعة المصروف يتم عرض المصاريف في قائمة الدخل حسب طبيعة المصروف. كيف يعني؟ على سبيل المثال نعرض مصروف الرواتب والأجور في بند واحد. هذا البند الرواتب والأجور شو بيمثل؟ الرواتب المدفوعة للعاملين والموظفين بالمنشأة بغض النظر وين كان العامل، سواء بيشتغل مجال التصنيع أو البيع أو التسويق أو الإدارة. التصنيف الأول الرواتب والأجور، إذا كان هذا الموظف بيشتغل بقسم التسويق راتب وين بحطه؟ بالمصاريف البيعية. إذا كان بيشتغل مدير شركة وين كنت تحط الرواتب؟ بالمصاريف الإدارية والعمومية. مزبوط ولا لا؟ هذا التصنيف الأولاني اللي سميناه حسب الوظائف. التصنيف حسب طبيعة المصاريف زي ما قلنا، إذا نعرض المصاريف والرواتب والأجور في بند واحد بغض النظر العامل وين بيشتغل. وبنفس الأسلوب يتم عرض مصروف الاحتلاك للأصول غير المتداولة بند واحد، سواء وين ما كان، سواء كان الأصل يستخدم في مجال التصنيع أو في مجال البيع إلى آخره. إذا في عندنا طريقتين لعرض المصاريف. تعتبر هاي النقطة ممكن تيجي ضع دائرة، طريقة عرض المصاريف حسب الوظائف أكثر شيوعا واستخداما. إذا أني الطريقة الأكثر شيوعا واستخداما عرض المصاريف حسب الوظائف. معي؟ تمام دكتور. معك دكتور. ربا رافع إيده، وين ربا؟ ولا بتجرب ريز هاند؟ تمام. ربا وين ربا رافع إيدها؟ هاي شالت ايدها. طيب اذا الطريقه، اذا في عندنا طريقتين لتصنيف المصاريف حسب الوظائف حسب طبيعه المصروف، والطريقه الاكثر شيوعا واستخداما اللي هي طريقه تصنيف المصاريف حسب الوظائف اللي هي موجوده بالمثال في صفحه 52. طبعا في صفحه 54 هاي قائمة قائمة الدخل لنفس الشركة اللي بصفحة 52، لكن عرضوا المصاريف حسب طبيعة المصروف، حسب طبيعة المصروف. منلاحظ أنه تماثل قيمة الدخل من العمليات، نفس الأرقام تيجي، لكن شو اللي تغير فقط؟ أسلوب عرض التكاليف والمصاريف. إذا شو الاختلاف في أسلوب عرض التكاليف والمصاريف؟ طبعا المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 تطلب عرض حد أدنى من التفاصيل للدخول والإيرادات ضمن قائمة الدخل للتسهيل على
مستخدمي القوائم المالية فهم وإدراك العناصر الرئيسة لقائمة الدخل. طيب هلأ رح نيجي نشرح البنود. أول بند عندنا بصفحة 55 الدخل من العمليات، بسموه بالإنجليزي Income from Operations. Income from Operations بنشوف ما هي عناصر Income from Operations. طيب إذا بنرجع صفحة 52 إذا معكم الكتاب، شو بلشنا؟ بصافي المبيعات. شو طرحنا منها؟ تكلفة المبيعات. شو طلع لنا؟ مجمل الربح. شو طرحنا منه؟ مصاريف بيع وتوزيع، مصاريف إدارية وعمومية، وعنا إيش؟ إيرادات ومصاريف أخرى. هلا رح نشرحها كمان شوي. شو نتج عن ذلك؟ الدخل من العمليات. ليش نسمينا income from operations؟ إذا شو يساوي الدخل من العمليات؟ هو عبارة عن مجمل الربح، شو طرحنا منه؟ المصاريف البيع والتوزيع، والمصاريف الإدارية والعمومية، والإيرادات والمصاريف الأخرى، ورح نشرح كل هاي البنود كمان شوي. هاي كاتب لنا الدخل من العمليات، يقول income from operation. ممكن يجيك سؤال يعطيك مجهول أوجد الدخل من العمليات. يتم الوصول إليه من خلال مقابلة الإيرادات والمصاريف المتعلقة بالنشاط المستمر للمنشأ، حيث يظهر ضمن هذا الجزء الإيرادات التشغيلية للمنشأ اللي بالشركة جزء منها صافي المبيعات وتكاليف المبيعات أو الخدمات المقدمة للعملاء، اللي هي طرحنا تكلفة المبيعات من صافي المبيعات وأعطانا مجمل الربح. بالإضافة طبعا شو بطرح من مجمل الربح؟ المصاريف الإدارية والعمومية والمصاريف البيعية. أيضا في عنا الجزء اللي نطرحه أيضا أو نضيفه اللي هي الإيرادات والمصاريف الأخرى other income and expenses، مثل إيراد الفائدة. إيراد الفائدة هذا راح نشرحه كمان شوي، أو إيراد تأجير العقارات، أو أرباح أو خسائر بيع الاستثمارات المالية من خلال قائمة الدخل. وهلأ بدي يشرح لنا هذول عناصر إيش الدخل من العمليات. شو أول عنصر؟ صافي المبيعات. وقبل شوي أنتوا جاوبتوا عليه، هاي شايفين قدامكم اللي عنده الكتاب، صافي المبيعات يساوي الإجمالي المبيعات اللي هو الجروس سيلز. شو بطرح منه؟ مجموع خصم المبيعات ومردودات المبيعات ومسموحاتها. إذن بطرح مجموع sales discounts خصم المبيعات والsales returns and allowances مردودات المبيعات ومسموحاتها. أنا بعطيكم بعض المصطلحات بالإنجليزي عشان الاستفادة، لأنه هاي المعلومات هاي كلها مترجمة من كتب أجنبية راقية. طبعا زي ما أنتم شايفين صافي المبيعات هو البند الأهم للإيرادات لدى المنشآت الصناعية والتجارية، حيث تمثل نتائج الجهود المبذولة من قبل أطراف عديدة في المنشأة متمثلة في الأطراف ذات العلاقة بالإنتاج والجودة إلى آخره. طيب هلأ العنصر الثاني اللي هو تكلفة المبيعات. هاي درستوها مبادئ اثنين، أنا متذكر كنت أدرسها مبادئ اثنين، كيف أطلع تكلفة البضاعة المباعة أو تكلفة المبيعات أو بسموها cost of goods sold؟ مين بيجاوبني؟ دكتور أجاوب؟ أنت كل شعب تجاوب في غير أنا غيرك. هاي مبادئ محاسبة اثنين، صح ولا لا؟ كنت تدرسها محاسبة اثنين قبل 20 سنة. تفضلي. خلاص أجاوب. تفضلي. تكلفة المبيعات هي عبارة عن بضاعة أول المدة. بجمع لها بضاعة المعدل البيع، بطرح منها بضاعة آخر المدة. لا بجمع لها إيش؟ دكتور ممكن أجاوب؟ شو بجمع لها لبضاعة أول مدة؟ تكلفة الإنتاج. تكلفة الإنتاج. تكلفة الإنتاج أو تكلفة البضاعة المشترى.
ايوه هي هاي لما اجمعهم مع بعض بعطينا تكلفه البضاعه المعدل للبيع الكوست اوف جودز افيلبل فور سيل شو بطرح منها بضاعه نهايه المده اللي يسموها الاندينج انفنتوري بيطلع لنا الكوست اوف جود سول او الكوست اوف سيل مزبوط هاي يا اعزائي ممكن يجيكم سؤال ضع دائره واحده من هذول المجهولات وتطبيق مباشر اوكي اذا هذا العنصر الثاني من عناصر اللي هو الدخل من العمليات اللي هو الانكم فروم اوبريشنز العنصر الثالث اللي هو مصاريف البيع والتوزيع قلنا هاي ايش المصاريف هاي تمثل مصاريف البيع جميع المصاريف المتعلقة بنشاط البيع والتسويق للسلع والخدمات التي تقدم يعني كل مصاريف متعلقة عمليات ايش البيع اوكي رابعا عندنا المصاريف الإدارية والعمومية بسموها General and Administrative Expenses هاي المصاريف بتمثل مجموع المصاريف الخاصة بالإدارات المختلفة ما عدا إيش التسويق والبيع لأن التسويق والبيع جن عنوان لحال صح ولا لا خامسا الإيرادات والمصاريف الأخرى Other Income and Expenses Other Income and Expenses هاي مهمة هاي شو تمثل الإيرادات والمصاريف الأخرى تمثل بنود التي لا تنتمي إلى بنود الإيرادات والمصاريف المحددة في البنود السابقة على هي عبارة عن إيرادات ومصاريف إيش عرضية واضح إذن هي إيرادات ومصاريف مالها بسموها secondary أو peripheral peripheral يعني عرضي يعني شرط رئيسي أو تشغيلي للمنشأة طيب مثل إيش عندنا إيرادات الفوائد هاي إيش بنحطها وين دائما تحت عنوان إيرادات ومصاريف أخرى أيضا إيراد توزيعات أرباح استثمارات أسهم أيضا خسائر بيع آلات هل نشاط الشركة تبيع آلات بعدين إيراد تأجير عقارات هاي كلها بنحطها تحت إيش إيرادات ومصاريف أخرى هذول الخمس بنود هن عبارة بيجن تحت أي عنوان تحت إيش الدخل شو سمينا إحنا الدخل من العمليات خلينا نلخص الدخل من العمليات الدخل من العمليات إيش بلش صافي المبيعات وتعلمنا كيف نحسبه شو طرحنا منه تكلفة المبيعات شو أعطانا مجمل الربح شو بطرح من مجمل الربح اللي هن المصاريف البيعية التسويقية والبيعية وبعدين المصاريف الإدارية والعمومية وفي عنا البند الخامس اللي شو سميناه إيرادات ومصاريف أخرى هاي عناصر إيش عناصر إيش هاي الدخل من العمليات اللي هي الانكم فروم اوبريشنز طيب هذا سؤال إجا بالتي ام اي على الفصل الثاني ما هو الفرق بين الدخل التشغيلي والدخل غير التشغيلي؟ الدخل التشغيلي من اسمه هو الدخل الناتج من الأنشطة إيش الأساسية والرئيسية للمنشأ واضح؟ في حالة الشركات الصناعية الدخل التشغيلي شو بيشمل؟ الدخل ناتج عن عمليات تصنيع وبيع السلع التي تتعامل بها المنشأة أما في شركات التأمين الدخل التشغيلي بيمثل الدخل الناتج عن أنشطة التأمين التي تمارسها المنشأة إذا بشكل عام الدخل التشغيلي ناتج عن نشاطات رئيسية والأساسية للمنشأة أما الدخل غير التشغيلي يمثل دخل إيش؟ عرضي يعني مش مستمر يعني عرضي سكندري بيرفرال لا علاقة له بشكل مباشر بالأنشطة التشغيلية للمنشأة مثل إيش؟ إيراد تأجير عقارات لدى الشركات الصناعية والتجارية أو البنوك إلى آخره إيرادات توزيعات أرباح الأسهم ويظهر وين بيظهر الدخل غير التشغيلي ضمن
ايش برقم خمسة اللي بنفس الصفحة، مش عندنا برقم خمسة سمينا ايرادات ومصاريف اخرى؟ هاي ايش تمثل؟ داخل ايش؟ غير التشغيلي. طيب نيجي هلا البند الاخر ثانيا مصاريف التمويل. اذا يجب على الشركات ان تضع مصاريف التمويل في بند مستقل، في بند مستقل في قائمة الدخل. إذا بترجعوا لصفحة 52، إحنا قاعدين نشرح بصفحة 52 المثال لقائمة الدخل الشامل للشركة العالمية لصناعة الخزف. بلشنا بصافي المبيعات شرحناها، ينزل تكلفة مجمل الربح، وطرحنا المصاريف البيع والتوزيع والإدارية والمصاريف الإيرادات المصاريف الأخرى، وصلنا عند الدخل من العمليات. هلا شيء بنطرح؟ مصاريف التمويل. إذا مصاريف التمويل بين قوسين الفوائد والعمولات المدينة، ها شو بتظهر دائما في بند ماله مستقل، يظهر in the main body of the income statement، يظهر في صلب قائمة الدخل. إذا مصاريف التمويل من فوائد وعمولات مدينة وين بتظهر؟ في بند مستقل في قائمة الدخل، وهي حطيناها في بند مستقل. إيش تمثل هذا البند؟ هذا البند يمثل مجموع الفوائد المدينة والعمولات البنكية وأي مصاريف أخرى تتعلق بخدمة الاقتراض من الغير، يعني الشركة اقترضت من الغير دفعت فوائد، وسواء كان القرض من البنوك أو من خلال إصدار إسناد القرض أو من خلال عقود الاستئجار التأجيري. ونظراً هاي النقطة اللي حكيتها قبل شوي لأهمية هذا البند، ألزم الانترناشنال اكاونت ستاندرز بورد نمبر 1 معيار المحاسب الدولي رقم 1 المنشئات بعرض مصاريف التمويل في بند مستقل وين؟ في صلب قائمة الدخل. شفنا ذلك من خلال المثال الموجود في صفحة 52. واضح يا عزائي؟ واضح دكتور. يعني المثال بصفحة 52 هذا ستاندرد، هذا ستاندرد. طيب بنيجي على مصروف ضريبة الدخل. لو رجعنا على صفحة 52، خلنا نرجع صفحة 52، هاي البند دخل العمليات، شو طرحنا منه؟ مصاريف التمويل اللي شرحناها قبل شوي. شو بعد ذلك؟ الدخل قبل تنزيل ضريبة الدخل. بعدين شو حطينا؟ مصروف ضريبة الدخل. إذا بعد المصاريف التمويل شو في عنا؟ مصروف ضريبة الدخل. نظرا للأهمية النسبية العالية مصروف ضريبة الدخل لدى العديد من الشركات الهادفة للربح، يتم عرض هذا البند بشكل مستقل ضمن في صلب قائمة الدخل، حيث يمثل هذا البند مصروف ضريبة الدخل المستحق على دخل الفترة. إذا مصروف الدخل أين يظهر؟ في بند مستقل. بس أنو قبل هو ولا مصاريف التمويل؟ مصاريف التمويل بالأول نطرحها، بعدين الدخل قبل الضريبة، بعدين بطرح الضريبة. طيب خلنا نرجع صفحة 52. شايفين؟ هاي عندنا الدخل من العمليات، طرحنا مصاريف التمويل، بعدين عندنا طلع الدخل قبل الضريبة، طرحنا الضريبة، شو طلع عندنا؟ الدخل من العمليات المستمرة. هاي وصلنا عندها رابعا صفحة 58، الدخل من العمليات المستمرة. طبعا الدخل من العمليات المستمرة يمثل نتيجة أعمال المنشأ من العمليات اللي سابق ذكرها، والتي تتصف بالتكرار والاستمرارية من فترة إلى مالية أخرى، وتعتبر من المؤشرات المالية الهامة التي تستخدم للتنبؤ وتقييم مدى نجاح المنشأ. إذا بعد ما نطرح ضريبة الدخل شو بيطلع معنا الجواب؟ الدخل من العمليات المستمرة. ليش حطينا من العمليات المستمرة؟ ليش؟ لأنه في بعض الشركات عندها عمليات غير مستمرة. إذا الشركة عندها عمليات غير مستمرة بحط صافي الدخل من العمليات المستمرة، وبفرد العمليات غير مستمرة في عنوان مستقل. هل هاي الشركة عندها عمليات غير مستقرة؟ مستمرة؟ نعم مزبوط، في عندها.
طيب اذا وصلنا لعند دخل العمليات المستمره. هسه بصفحه 58 خامسا، الربح او الخساره من العمليات غير مستمره او المتوقفه. طبعا هذا البند هذا بسموه discontinued operation، عمليات غير مستمرة، يجب أن يظهر في قائمة الدخل صافي من الضريبة. يعني نفرض المبلغ 10,000 والضريبة 30%، لازم يطرح إيش يظهر؟ 7,000. واضح؟ إذا يجب أن يظهر net of tax صافي من الضريبة. شو يمثل هاي اللي هي العمليات غير مستمرة؟ تمثل مكاسب أو خسائر بيع أصول الأنشطة المتوقفة. يعني نفرض عندنا شركة كبيرة عندها خط إنتاجي خسران، ولك ليش أخليه شغال وأنا قاعد بيشتغل عندي خسارة؟ شو بتعمل له؟ بتوقفه. هذا شو بنسميه؟ شو بنسميه؟ عمليات إيش؟ غير مستمرة أو متوقفة، بسميه discontinued operation. طبعا هذا النوع من العمليات يتصف بالندرة وعدم التكرار. ففي حالة اتخاذ قرار من إدارة المنشأة بإلغاء قسم معين أو خط إنتاجي، يتم في العادة بيع محتويات هذا القسم أو أجزاء الخط الإنتاجي. قد ينتج عن ذلك إما مكاسب أو خسائر. واضح؟ عندي أنا خط إنتاجي خسران، بدي أبيع محتوياته، لما أبيع إما بنتج عنه مكاسب أو خسائر. على سبيل المثال، إذا كان لدى أحد الشركات الصناعية أربع أقسام إنتاجية، إذا شركة صناعية عندها أربع أقسام: مواد كيماوية، أغذية، ألبسة، أدوات صحية. نتيجة الخسائر المتتالية لقسم المواد الكيماوية، عندنا قسم المواد الكيماوية هو عبارة عن قسم من أربع أقسام، قررت الإدارة العليا إلغاء هذا القسم، وتم بيع محتويات القسم بمليون دينار، وكانت القيمة الدفترية لأصول القسم 800,000، ونسبة الضريبة 14%. طبعا شو راح يظهر بقائمه الدخل؟ في ضوء ذلك يظهر ضمن قائمه الدخل مبلغ 172,000 اللي هي الربح من العمليات غير مستمره بالصافي. طبعا اول شيء احنا عندنا قديش بعنا، قديش كان عندنا بعنا المحتويات بمليون، صح ولا لا؟ قديش القيمه الدفتريه؟ 80,000. مليون ناقص 800,000 قديش انا ربحت؟ معي أعزائي 200,000. قلنا هاي يجب أن تظهر صافي من الضريبة، صح ولا لا؟ النقطة بال 14%. أيوة. قديش بطلع الجواب الربح من العمليات؟ 172,000. واضح يا أعزائي؟ إذن discontinued operation، العمليات غير مستمرة، يجب أن تظهر صافي من الضريبة في قائمة الدخل في بند مستقل. مش كل الشركات عندها هذا العنوان. يعني شركة ما عندها عمليات غير مستمرة بلاش، بس هاي قلنا عمليات إيش؟ غير متكررة ونادرة. بس إذا موجودة يجب على الشركة أن تفصح عن العمليات discontinued operation غير مستمرة في بند مستقل صافي من الضريبة. طبعا من العناصر أخرى في قائمة الدخل اللي هي نرجع صفحة 52 كله قاعدين نشرح فيها، طبعا هذا مش موجود اللي هاي. طيب مش موجود. سادسا حصة الحقوق غير المسيطر عليها من الربح، هاي أيضا تظهر في قائمة الدخل. طبعا هاي النقطة حصة الحقوق غير non-controlling interest بسموها non-controlling interest. في حال هاي بيستخدموها لما يكون في عندنا شركات قابضة وتابعة، شو بيعملوا؟ بيعملوا قوائم مالية موحدة للشركتين. يعني عندي شركة قابضة وشركة تابعة، يتم في قائمة الدخل جمع جميع دخول ومصاريف الشركتين مع بعض وكأنهم إيش؟ شركة واحدة، وبالتالي تظهر قائمة الدخل في هاي الحالة ربح أو خسارة الشركتين. في حالة تملك الشركة القابضة لأقل من 100% من أسهم التابعة، فإن جزء من ملكية التابعة يعود لمستثمرين آخرين، هذولا بسموهم الحقوق
غير المسيطر عليها non-controlling interest، وبالتالي يتم في نهاية قائمة الدخل توزيع الربح أو الخسارة بين الشركة القابضة والحقوق غير المسيطر عليها. آخر إشي بقائمة الدخل بسموه ربحية السهم الواحد اللي هو الـ earnings per share. هاي طبعا هاي من النسب المالية الهامة الـ EPS بسموه، تمثل حصة السهم العادي من أرباح أو خسائر الفترة، يعني قديش عندنا الربح أو الخسارة بقسمها على عدد الأسهم شو بيطلع لنا الـ earnings per share. كيف يتم استخراجه؟ أو خسائر الفترة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية خلال الفترة، حيث تتطلب معايير المحاسبة الدولية العرض ربحية السهم العادي في نهاية قائمة الدخل نتيجة أهميته كمؤشر أساسي على مدى نجاح أو فشل المنشأة. إذن آخر بند يظهر في قائمة الدخل اللي هو ربحية السهم العادي، إيش بنسميه؟ الـ EPS أو الـ Earnings Per Share. معي يا أخوة؟ طبعاً ظل عندنا جزئية بسيطة. دكتور. معلومات حشيناها كثير لكم. طيب أنا بقول بكفي لحد هون اليوم.